بهذه المناسبه هذه ديال المهرجان اللي دار ديال مهرجان تيسواك، فشاركنا مع سميتو شاركنا في هذه الجداريات هادو احتفاء بالازقه القديمه ديال مدينه تنزكان. فحاولنا نجسدوا هاد الصور هادي ديال المجموعات الغنائيه القديمه بما فيها بحال اسمكان، بحال عيساوة، بحال دوك الاقدام المجموعات الغنائيه القديمه اللي كانوا اللي نبعوا من مدينه تنزكان. ايوا هذا ما كان حنا كنحاولوا دابا نجسدوا تقريبا هاد سميتو بالصباغه وبالانوان بالطريقه الفنيه التشكيليه. هذا ما كان هذا الرسم والفن التشكيلي هو نوع من الانواع ديال باش كيعبر الانسان، كاين اللي كيعبر بالقلم، كاين اللي كيعبر بالشتاء، كاين اللي كيعبر كل واحد باش كيعبر. حنا التعبير ديالنا تيكون بالالوان، بالتشكيل، بالاشكال، يعني بالرسم، من خلالهم كنبلغوا الرساله ديالنا. هذا ما كان يعني مشاركتنا اليوم هي تثمين لهذا يعني هذا المهرجان هذا اللي كيتنظم يعني احياء يعني للفعاليات او للثقافه التي كانت تمارس هنا بالازقه ديال يعني احياء اسايس العتيق. وبدورنا يعني لبينا الدعوه كجمعيه، لان هذا المولود هذا اللي هو الخط العربي او خط التفنا يعني من الممارسات اللي كانت داخل الاحياء هنا في المسيد في المدارس العتيقه. والحمد لله يعني واحد الورشه اللي يعني لاقت استحسان الجميع، وانتم كتشوفوا معنا اليوم الاجواء كيفاش دايره هنا. يعني الاحياء ديال مدينه تنزكان يعني معروفه يعني بالزخم ديال الانتاج ديالها الفنانين في كل مجالات، يعني ماشي على الخط ولا الفنون التشكيليه عموما، ولكن في جميع المجالات الابداعيه هناك فنانين في الاحياء ديال مدينه تنزكان. فقط كيخصهم شويه ديال التشجيع باش انهم يخرجوا للوجود ويبينوا على الطاقات اللي عندهم.